السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسلايدز، ما فيش للكتاب هذا سلايدز، ما فيش له مساق. قبل هيك بحثت في النت ما لقيتش، ممكن يكون فيه لكن لم أعثر على السلايدز لهذا المساق. فعملت سلايدز حسب الوقت، إذا كان لقيت عندي وقت فبعملكم سلايدز، إذا كان الوقت مضغوط، لأنه أنا بدرس هذا المساق ومساق تاني للماجستير، فتسجيل محاضرات لمساقين وعمل سلايدز للمساقين أمر يعني متعب جدا في الظروف الحالية أو الراهنة اللي إحنا بنمر فيها. فبالتالي بالنسبة للشابتر صفر هان هو نوتيشن اند كونفنشنز، يعني رموز وتقاليد، يعني شغلات نتفق عليها بالنسبة للتعريفات والرموز. فنبدأ بالنوتيشن. اللاين يعني الرمز، رمز اللاين. The line containing the points A and B will be denoted A B فوق، سهم ذو اتجاهين على اليمين وعلى اليسار. هذا أي خط بيحتوي على A و B، يعني بهذا الشكل. هاي الخط، هاي مثلا اللي هو النقطة A، وهذه النقطة أي نقطة عليه بي. فالخط هذا اللي بمر بالنقطة A و B رمزه هكذا A B، نحط سهم فوق ذو اتجاهين، بمعنى أن هذا الخط يمر بالنقطة A والنقطة B لكنه ممتد من الطرفين، من اليمين ومن اليسار. 3 or more points that lie on the same line are said to be collinear. إذا وقعت ثلاث نقاط أو أكثر على خط واحد على اللاين هذا، فبنقول عن النقاط هذه collinear. Three or more lines which meet at the same point are said to be concurrent at that point. يعني مثلا لو كان عندي على سبيل المثال ثلاث خطوط أو أكثر التقت زي هيك، مثلا هاي خط وهي خط وكمان هان خط من النقطة هذه زي هيك، هاي ثلاث خطوط وممكن نعمل أربعة أو أكثر، بمر في نفس النقطة هذه، هذه هي النقطة، هذه النقطة اللي بتقاطعوا فيها، فنقول عنهم concurrent at this point. A line divides the plane into two halves or two half planes, each of which may be described by specifying the line and any one point in the half a plane. يعني لو كان عندي أي خط بيقسم المستوى زي هيك، هذا الخط بيقطع المستوى إلى نصفين، جزءه إلى نصفين، هذا المستوى بيمتد إلى ما لا نهاية من الطرفين، فبالتالي أي خط بيقسم إلى نصين أو بجزء إلى نصفين. ممكن إحنا نوصف أي جزء من هذول المستويين من خلال هذا اللاين ونقطة على البلين، يعني زي هيك مثلا هاي عندي اللاين هذا قسم المستوى لنصفين، فبنعرف النصف هذا من خلال هذه النقطة، هذه النقطة مثلا إحداثياتها X و Y، وكذلك بنعرف الجزء النصف الثاني من المستوى برضه بنقطة موجودة فيه وهذا الخط. الآن ناخد حاجة بنسميها ray. Ray شعاع، يعني is a half line، هو نصف خط اللي هو يعني بيبدأ من نقطة بضله مستمر متجه في الاتجاه الآخر إلى ما لا نهاية. فمثلا لو كان عندي الري بيبدأ من النقطة A بمر بالنقطة B، فبنرمز له بهذا الرمز زي هيك، مثلا هذه النقطة A، هذه مثلا وهي نقطة B بمر فيها، هذه النقطة B، فالخط بيكون بيبدأ من A وبمر في B بالشكل هذا، ممتد من الجهة اليمين إلى ما لا نهاية، فقط
يكون معروف بدايته ونهايته مش معروفة، فهذا بنرمز له بالرمز A B ونحط سهم في اتجاه الامتداد بالشكل هذا. line segment قطعة خط with endpoints A and B will be denoted A B وفوقه خط عدل. خط زي هيك مثلا، خط هذه النقطة مثلا A وهذه النقطة B، يعني له بداية ونهاية، بدايته النقطة A ونهايته النقطة B، هذا بسموها line segment، نرمز له بالرمز A B بالشكل هذا. هذا الرمز الخط هذا، طبعا له طول، الطول تبعه نرمز له بهذا الرمز فقط A B. length تبع A B، في ناس بحطوا زي الـ absolute value. الآن هذا الـ length يعني إيش بده يساوي؟ A B، هذا الرمز، رمز الطول، length، length of A B A B، هذا الطول، طول الـ line segment، قطعة، هذه قطعة لأنه إلها بداية ونهاية. الري إله بداية ملهاش نهاية، فممكن يتجه إلى اليمين أو يتجه إلى اليسار. أما إذا كان يعني بيتجه من الجهتين فبكون عبارة عن خط ممتد من طرفين إلى ما لا نهاية. الآن بالنسبة ل البوينت، لو كان عندي بوينت تقع على اللاين سيجمنت اي بي وكانت مختلفة عن اي وعن بي، فهذا نسميها انتيرير بوينت. يعني زي هيك، لو كان عندي في الخط بهذا الشكل مثلا من هذه النقطة لهذه النقطة، وهذه كانت A، هذه النقطة A، وهذه النقطة B، فأي نقطة بينهم لا تساوي A ولا تساوي B بنسميها interior point، نقطة داخلية. طبعا لو كانت هذه النقطة في الوسط بالضبط هان، حيث أن يكون هذا بيساوي هذا مثلا، وهذا النقطة كانت زي هيك، خليني نمسح بعض الأشياء، لو كان عندي هيك فهذا نسميها mid point لأنها جاية في منتصف المسافة بين A و B، إذا نسميها mid point. إذا كانت BA بتساوي BB اللي هي طبعا هذا الطول اللاين سيجمنت اللي بيصل بين P و A، وهذا طول اللاين سيجمنت الذي يصل بين P و B. الآن نيجي للزوايا اللي هو السيمبل هذا، هذا معناه زاوية، زاوية A. طبعا هذا غامض لأنه أحيانا بيكون في أكثر من زاوية لها نفس الرأس A، يعني زي هيك مثلا ممكن يكون عندي أكثر من زاوية. أيوه زي هيك مثلا، هي A وهذا مثلا نسميه أي شيء B C D مثلا، B C D مثلا. فلما نقول الزاوية A، فهل مقصود في هذه الزاوية أم هذه أم كلها؟ ففي أكثر من زاوية إلها نفس الرأس A، لكن إذا بدنا نحدد أكثر فنقول زاوية مثلا سي A B، سي A B فبتعطينا هذه الزاوية. إذا بدنا نعمل الزاوية الثانية فنقول دي A سي فتكون هذه الزاوية مثلا، أو إذا ممكن عندي الزاوية الثالثة اللي هي بي A D، الزاوية هذه بتكون هذه الزاوية الكبيرة كلها. فإذا هان أحيانا بكون لما نقول الزاوية هي بكون غامض، لكن أحيانا في الرسم بكون ما فيش غموض لما بكون زي هيك مثلا، هاي A هان وهذه B وهذه C على سبيل المثال، فواضح أنه A فيش إلا زاوية واحدة ممكن نسميها A زي ما احنا شايفين هان A. إذا السيمبل هذا اللي هو الأنجل BAC refers to the angle with vertex A and sides AB and AC زي ما شفنا قبل قليل في الرسم. بالنسبة للسيمبل هذا وهذا، أنجل A and أنجل BAC are also used to denote the sizes or measures of the angles، يعني نستخدم هذا كمقياس للزاوية نفسها، في زوايا طبعا حادة وفي قائمة وفي منفرجة
وإلها مقاييس مختلفة، وراح نستخدم طبعا الدرجات، we will use degrees rather than radians. يعني ما نقولش مثلا باي اوفر 2 بنقول 90 مثلا، ما نقولش باي اوفر 4 نقول 45 وهكذا. هيك أسهل في التعامل مع الزوايا. الرمزين هذول بيعنوا مقياس إيش الزاوية. بالنسبة للرايت أنجل، الزاوية القائمة، زي ما تعرفين هي اللي بيكون مقياسها بيساوي 90 درجة. الزاوية الحادة هي اللي بتكون مقياسها أقل من 90 درجة. طبعا لازم يكون بين الصفر، يعني أكبر من صفر وأقل من 90. While an obtuse angle has measure greater than 90 degree. إذن هذه الزاوية المنفرجة، عارفين الكلام هذا أنتو، إنها بتكون مقياسها أكبر من 90 درجة. لو كان في عندي زاويتين مجموعهم بيساوي 90 درجة، مجموع يعني السايزز أو المجرز تبعهم بيساوي 90 درجة، بنسميهم complements. يمكن بالعربي معناها متممات، يعني A بتتمم B و B بتتمم A. أما بالنسبة لو كان مجموعهم 180 درجة بنسميها supplements بالإنجليزي، أو مكملة إلها. بالنسبة للانتيريور اوف الزاوية، A B C is the set of points common to the half plane on the C side of A B and the A side of B C excluding the points on B A and B C. فخلينا نفهم هذا إيش معناه. الانتيريور للزاوية زي هيك، الانتيريور لأي زاوية عبارة عن set of points، يعني مجموعة النقاط المشتركة. بالنسبة للهاف بلين، on the C side of A B and the A side of B C. إذا نرسم الزاوية A B C أول حاجة زي هيك. هاي الزاوية هذه اللي هي A B C، هذا هي الزاوية. فالانتيريور بيكون عبارة عن كل النقاط المشتركة بين الهاف بلين on the C side of A B. A B في الجانب، هاي ال A B هذا هو بيمتد من الطرفين من هان وهان، فالمقصود فيها كل النقاط هذه اللي موجودة هان في الجانب السي، والنقاط الثانية اللي هي ايش؟ and the A side of B C اللي هو ال A side of B C. معلش نرسم هيك، فبتكون اللي هو النقاط هذه كلها. فوين التقاطع اللي صار فيه عليه تشابك في الخطوط؟ هذا الجزء هو الانتيرير، ممتد طبعا الى ما لا نهاية من الجهة هذه ومن الجهة هذه. هذه بنسميها الانتيرير، يعني مش هذه ولا هذه ولا الجانب هذا اللي في داخل الزاوية، هل نسميها interior point بالنسبة للزاوية، باستثناء النقاط الموجودة على هذا الخط والنقاط الموجودة على هذا الخط. يعني بشكل بسيط جدا، هاي الزاوية مثلا A B C، الانتيريور هو كل النقاط الموجودة بالنسبة للزاوية ال A B C. A B C هاي الانتيريور، ما عدا النقاط الموجودة على الخط هذا والنقاط الموجودة على الخط هذا. When P is interior to the angle A B C, then B P is a bisector of this angle F، يعني المنصف للزاوية. إذا كانت الزاوية A B P بتساوي الزاوية بي بي سي، المنصف للزاوية. هذا كلام انتو عارفينه طبعا، خلينا نشوفه كيف. هان زي هيك مثلا، هاي الزاوية اي بي سي، وهان في نقطة مثلا معينة، والخط هذا بي، هذا بيقسم الزاوية هذه لجزئين متساويين، فهذا نسميه بايسيكتور بالنسبة لهذه الزاوية. اذا كانت هذه الزاوية بتساوي هذه الزاوية، المنصف للزاوية، باي سيكتور. Two line segments of the same length
are said to be congruent، يعني القطعة المستقيم line segment هان إلهم نفس الطول، بنقول عنهم متطابقين congruent. We use the symbol، هذا السيمبل congruent معناها to mean is congruent to، يعني مثلا زي هيك ممكن نقول A B line segment، هذا A B مثلا is congruent to اللي هو B C مثلا، أو أي line segment segment بهذا الشكل. congruent يعني هذا الرمز نستخدمه عشان نقول إنه في two line segments إلهم نفس ال length. فبالتالي the statement A B is congruent to C D means the same thing as the statement A B equals C D. طبعا هذا line segment اللي هو الفوق، وهذا line segment، لكن هذا طول ال line segment A B، وال C D طول ال line segment C D. فهذه وهذه لهم نفس المعنى، يعني لهم congruent يعني لهم نفس الطول. We will generally write اللي هو الكلام هذا، نعمل هيك نستخدم الرمز congruent بدل ما نستخدم انه A B بتساوي طول ال line segment C D، هيك أوضح وأسهل. We also say that two angles are congruent if they have the same size، نقول إنه زاويتين متطابقتين إذا كان لهم نفس السايز أو نفس المقياس أو القياس. The triangle with vertices A, B and C is denoted by، عارفين كيف نرمز للمثلث اللي بيكون له ثلاث رؤوس A و B و C، فبنرمز له بالرمز إشارة المثلث A, B, C. An equilateral triangle has all three sides the same length. Equilateral معناه إنه متساوي الأضلاع، يعني المثلث نفسه بيكون متساوي الأضلاع. An obtuse triangle has an obtuse angle، يعني المثلث المنفرج بيكون له زاوية منفرجة at some vertex، عند أحد رؤوس المثلث. Whereas an acute triangle، المثلث الحاد اللي بيكون has no obtuse or right angles، يعني كل زواياه بتكون أقل من 90 درجة، زي مثلا مثلث متساوي الأضلاع زواياه 3 60 و60 و60، فهذا بنقول عنه acute. Finally a right triangle has a 90 degree angle، المثلث القائم تكون إحدى زواياه قائمة. The side opposite this angle، الضلع المقابل للزاوية 90 نسميه الوتر، is called hypotenuse. مفهوم هذا كله؟ مفهوم. نكتفي بهذا القدر اليوم، وإلى اللقاء.